أفضل برنامج احترافي للمونتاج. السلام عليكم. يعتبر برنامج الأدوبي بريمير برو من أقوى البرامج الموجودة حالياً في السوق. تم إطلاق أول نسخة للبرنامج في سنة 2003، ويتم استخدام البرنامج في الكثير من المحطات التلفزيونية والسينمائية. البرنامج يناسب كل المستويات، سواء كنت مبتدئ ولا متوسط أو محترف، لأن بغض النظر أي شيء تستعمله بدون ممارسة ما راح تتقنه. وطبعاً أنا يوم بديت على هالبرنامج كنت أبداً ما أعرف أي شيء، والحمد لله كل برامجي اليوم أسويها على هالبرنامج. سعر البرنامج تقريبا 70 درهم شهريا، بس تقدر تنزل البرنامج لمدة 30 يوم عشان تجربه. البرنامج يشتغل على نظام الويندوز والماك، ولكن ينصح أن يكون عندك المواصفات التالية. يفضل أن يكون جهازك 64-bit، ويكون عندك ويندوز 7 وفوق، أو يكون عندك ماك أو اس اكس 10، يكون عندك رام لا يقل عن 8 جي بي عشان تقدر تشغل البرنامج. وعشان تعرف مواصفات جهازك، إذا كنت على الويندوز روح للسيرش واكتب System Information وراح تشوف مواصفات كمبيوتر. أما إذا كنت على ماك اضغط على التفاحة واختار About This Mac وراح تشوف جميع المواصفات. وشكرا على المتابعة. هذا كان فقط تعريف عن البرنامج، واللي راح ينزل برنامج يكتب لي في الكومنت ويشترك في الحساب، لأنه راح أنزل دروس في المونتاج في الأيام القادمة. ولا تنسون تعطوني لايك. بيس.